ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الدور الفاعل للسلطة التشريعية ضمن فريق البحرين وما يبدونه دوما من تعاون وعمل مشترك واستجابة لمتطلبات دعم مسارات العمل الوطني وتحقيق تطلعات المواطن، منوها سموه بما وصل إليه التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من مستويات متقدمة بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. لافتا سموه إلى أننا ماضون في طريق التقدم وطموحنا من أجل الوطن وأبنائه لا حدود له. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية يوم أمس مع السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث تبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم. وأكد سموه على العلاقة الراسخة بين الحكومة والسلطة التشريعية باعتبارها نهجا وطنيا وأحد مسارات تحقيق التطلعات المنشودة من أجل رفعة ونماء مملكة البحرين وأبنائها الكرام. لله الحمد، يعني عندنا الكثير اللي يطمن والكثير اللي بعد يعني لا زال لازم نعمله سوء. يعني حقيقة الأخ فوزية والأخ علي وكلكم أجمع اسمه الشيخ محمد كنت شركاء في أكبر تحدي يعني واجهتها مملكة البحرين حقيقة كل الدول العالمية تحدي عالمي شاهدناه في حياتنا وشاهدنا التاريخ المعاصر وأنجزنا. فبداية الشكر موصول لكم جميعا، أنا أعتبركم كلكم من تاريخ البحرين اللي قمتوا بالواجب في الوقت الصعب وقفوا مع إخوانكم وأخواتكم اللي كانوا يسهرون الليل في رعاية المرضى وفي حماية الصحيين من العافية. هذه السنتين ما كانت سهلة على يعني أي دولة أو على أي مجتمع. والآن يعني مثل ما يقولون بوجود الأدوية وتطور الفيروس يعني خرجنا من شدة الصدمة إلى مرحلة التعايش مع الفيروس بأفضل الطرق، والأدوية موجودة والتطعيم موجود وكل الأنواع موجودة متوفرة موجودة. فيعني إذا ناخذ نفس ونقف من هاللحظة يجب أن يعني نحمد نقول الله سبحانه وتعالى ونشكر جلالة الملك ونشكر حقيقة كل مواطن ومواطنة وكل مقيم اللي ساهموا في هذا العمل، لأن الحقيقة الكل قام بدوره. فهذه البداية يعني، وهذا يعني فترة الآن يعني لازم على الأقل شوي نلف عيوننا عنها وننظر إلى المستقبل تحديات المستقبل. فهذه يعني نهاية الدورة، وهذه الدورة اللي بداها المرحوم محمد خليفة دورة تاريخية. وأنا شاكر يعني من عمق القلب التعاون والآراء البناء والمناقشات المفيدة اللي يعني تجعل القرار يكون قرار أكثر صلابة وأكثر استدامة. فهذه ميزة في المؤسسات اللي مجلس الشورى ومجلس النواب، مؤسسات
فعلا لازم نحميها بكل ما نقدر نقدمه وبكل ما نستطيع نسويه. ففي هذا الشهر المبروك انا اعرف في نهايه الدوره ان انتم بالكم دائما تلعب ليكون في سرعه الانجاز والوصول الى يعني الاهداف المرجوه وتمثيل ناخبي في مجلس النواب. واليوم نشوف تحدي الغلا، نشوف تحدي تكثف ارتباطات المواصلات العالميه اللي سببت الانشاف ارتفاع اسعار الطاقه، ارتفاع اسعار بعض الاساسيات مثل البعض. وانا يعني بطمنكم ان بالعمل صور احنا بنتغلب حتى على هذا الحال. انا سمعت البارحه وهم مشكورين بدقه التجاره، واستمعت يعني التزامهم الصريح لعدم رفع الاسعار على مواطنين، وهذا شيء طبيعي يعني التزام اللجنه، خاصه لجنه الاغذيه، مثلني انا لجنه الاغذيه، لان يعني حق الاسر المحتاجه هذا الاساس. من بعد الان في المسجد غير. فهذا التحدي يعني بيبقى عندنا فتره، لكن ما بيكون ان شاء الله الحد اللي يعني البعض يتوقع. واقدر اطمنكم بعد ان المؤشرات على الاقل اللي احنا نشوفها السابقه مو بالاخر اللي نشوفها جايه المستقبليه تؤشر ان الاقتصاد ترى قاعد يتعافر بسرعه. وهذا شيء طبيعي. فانا متوقع ان الارقام لا حق الربع الاول من سنه 2022 بتكون ارقام يعني تريح. وتريح على جميع المستويات. انا ما اتكلم فقط على الناتج المحلي، هذا الناتج المحلي ما يختلف، لكن يعني حتى في رواتب الناس، في توظيف الناس، انا متوقع الارقام تكون يعني الحمد لله تقمن بالخير وتخلي الناس تتفائل بالمستقبل. فانا بطلب يعني من اول ما تطلع هذه الارقام نفسها من خليفه ان شاء الله باسرع وقت ممكن، نبي نبين للناس ان مستقبلهم ان شاء الله زاهر ومصالحهم مش ممكن. لكن لولا تعاون الجنوب هذا لا يكون هم. فمملكه البحرين بقيادة جلالة الملك مشروع بأهلها وبسلوكها وبحضارتها وبأقاليها. فإحنا يعني بالتزامنا لبعضنا البعض والنقد البناء والاحترام المتبادل بنقدر نوصل إلى الأهداف، وأنا ما عندي أي شيء. وكلنا شفنا الله يسلمكم ويخليكم يعني قوة فكرة الفريق الواحد. والفريق الواحد مو دائما يلتفت، لكن في يعني طرق وانتم يعني خير ما تكتبون هذا النهج للتواصل والتوافق مع بعض. ان شاء الله يعني الحياه وهي تعود لطبيعتها لازم نستذكر يعني افضل الامور، خاصه هذا في هذا الشهر الفضيل. انا فاقد هذا المجال، جلالة الملك فاقد هذا المجال. هذا يعني النهج سلوك تربينا في مجالس ابائنا واجدادنا وانتم كمان. ف يعني كيف يعني او شلون اعبر عن سعادتي ان انا اكون بين في هذا المجمع الليله. واتمنى الحقيقه للجميع التوفيق في هذا الشهر المبروك. وخلونا ان شاء الله نواصل ونبتدي يعني مثل ما يقولون من حيث ما انتهينا. كل يوم انا ابتدي من حيث ما انتهينا، ان شاء الله ما نرجع يعني باذن الله يعني مثل ما يقولون رسالتي. وانا مطمئن وانا متفائل يعني هذه بعد اهم شيء. و يعني نصبح الصبح وننام في الليل المواطن في الدنيا وفي البر.